مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وهذا النداء العاجل من مدينة الجيرة الجيادية. مرة أخرى نعود إليكم في بث مباشر، لكن هذه المرة بطبيعة إنسانية واجتماعية. فكما كتشوفوا معنا هذا السيد أو مسن اللي طاعن في السن ويعيش شبه تشرد هنا بمدينة الجيرة بعدما كان ينام فقط في العراء وفي الشارع العام، لكن بفضل يعني بعض المحسنين والجيران ديالو اللي قاموا يعني بوضعه داخل مرأب او جراج ان صح التعبير. واليوم يعني كيوجه نداء لكل السلطات المحلية باش انه يتم انقاذ هذا الرجل قبل فوات الاوان، لانه هذا الرجل فهو مجهول الهوية وايضا العائلة ديالو ف مجهولة لحدود اللحظة، وأي شخص يعني ممكن أنه يتعرف عليه. فكنتمنى أنه يتم يعني تعميم هذا النداء الإنساني على أوسع نطاق باش أننا نتعرفوا على العائلة ديال هذا الرجل اللي كيقول بأنه كاين حاضر من منطقة إيدا وتنان. وبطبيعة الحال فهذا نداء لكاع المعارف ديالو، الناس اللي كيعرفوا هذا الشخص أنه كيتواجد بمدينة الجيرة الجيادية وكيعيش حالة مزرية جدا كما كتشوفوا، ظروف قاسية كيعيشها هذا المسن اللي امامنا. واليوم معنا واحد من الناس اللي ربما كيتكفلوا به باش انه يتحدث لنا بخصوص الوضعيه ديالو وايضا النداء ديالو للسلطات المحليه على مستوى عمله زقانيت ملول وبالضبط سلطات الجيره الجهاديه من اجل انقاذ هذا الرجل، ولما لا انه يتم التوجيه ديالو صوب احدى دور الرعايه الاجتماعيه او دور المسنين. جي سيدي تفضل، إلا كان ممكن يعني تقربنا يعني من الحالة ديال هذا السيد. سير تفضل. السلام عليكم. هذا الإنسان كنعرفه، كان صديق ديالي، كنت أنا خياط وكان كيجي عندي المحل هنا، وكان تشهد في الأطراف ديال الحديد، وفي هذا الآونة الأخيرة كان كيخدم عند مالين في سوق الجملة مع مالين خيزو، عرفتي؟ ولكن هاد الأوينة واش كان يعني بالصحة ديالو؟ كان بصحة تامة، وكان إنسان متواضع خلوق، هذاك الشيء علاش أنا ربطت مع العلاقة. وكانت العلاقة بيناتنا علاقة عميقة وكتمتد لسنوات، واللي كان تقريبا يعني شحال تقريبا من سنة وأنت كنعرف هذا الرجل؟ أنا كنعرف هذا السيد أكثر من 20 سنة، ملي أنا كنت أنا طالب كنعرف هذا الإنسان، وما كنعرف فيه الا المعقول. هذاك الشيء علاش الناس ملي كيشوفوه فين زكان كيتمشى، حيت هو ما كتوم جدا، ما كيتكلمش بزاف. هذاك الشيء علاش كيقول لك هذا الانسان اش بيه داير هكا، حتى السلطات راه الا دازت حداه راه ما كتلاحظش بان هذا الانسان راه ما كيقدرش يعبر على راسو. هذاك الشيء علاش المأساة ديالو طولت. واش فاش كان خدام في المارشي واش كان يعني ساكن؟ لا، كان خدام معاهم كيعاونهم. فين كان كيبات؟ كمياوم. فين كان كيبات؟ كان كيبات في الفارم هنا، عند واحد دويره صغيره براكه. وكان عند واحد السيد تماك، ولكن ما كنتذكرش الاسم ديالو. شنو وقع ليه دابا؟ تا هو خلاو هذوك البراك، ملي خلاو هذوك البراك وغادي يديروا في هذا دابا اللوتيسمون، حتى تشرد، يعني ما بقاش عنده المأوى. هذاك الشيء علاش ولا كيدور فين زكان وهذاك الشيء. والمشكل ديالو هو ما كيعرفش يعبر، كون كيعرف يعبر غادي يقول الناس راه اش خاصني اش خاصني. واش ما كيهضرش هو مسكين؟ ماشي ما كيهضرش، ما كيعبرش. هذا الانسان كتوم، يعني تيميد. تيميد طغي طغي تيميد. هذاك الشيء علاش انا كنوجه بزاف لهذاك الشيء الناس ديال ايدا وتنان، لان كيعرفوا هذا الانسان من مواليد 1953، وخرج هو صغير جدا. واش ما عندوش عائله ولا؟ ما عنده با وهذاك الشيء، ولكن هادو ماتوا. اظن بان راه كاين عنده خوه في المهجر، وهذاك خوه جا كيقلب عليه، ولكن هذا السيد كان شويه حشومي كان كيتهرب منه، عرفتي؟ هذاك الشيء علاش هذيك العلاقه ديالو ماشي هي، كان بغى خوه يديه. يعني انقطعت العلاقه ديالو مع الاسره لسنين دابا. الله يجزيكم بخير، هذا الانسان راه كنحبوا لله تبارك وتعالى. جيت من صلاه العشاء لقيته في واحد الحاله يرثى لها. كيفاش لقيته؟ لقيته بانه راه فيه البرغوث وهذاك الشوك، يا ان
عرفتي كي قال لي راه شي حاجه كتعض فيا غادي ما كنقدرش يعني من قوه يعني التشرد وهو الانسان المشكل هو ما عمر كان شي في الاعلام ديالو الا في هذه المره لان راه وصل في المدار واحد شحال هو متشرد يعني في الزنقه متشرد دابا نقول لك واحد عامين ثلاث سنين والدوريات راه كيهضر وكيشوفوا ولكن هو ملي ما كيتكلمش راه صعيب انا راه انا كنمشي ليه باش نتكلم معاه عرفتي الا ما تكلمت معاه راه ما يكلمنيش كاع الناس راه مالي انت كسيات ديال الراس راه كيعرفوه ديما جالس حداهم شنو سميتو هو؟ سميتو محمد ولكن الكنيه ديالو ما كيقولها لحتى حد ماشي هاد الانسان انا هو كيتعرب على هذا باش نمشي بعيد ولا شي حاجه هاد الانسان خلوق هاد الانسان مزيان هذاك الشيء علاش انا الانسان بغيت والي الفاميليا ديالو ما يكونش هذاك الشيء تكون يقول لك راه علورت ولا شي حاجه ولا مشى حتى شرف عاد كيقلب علينا لا يجازيكم بخير اللي كعرف هذا المحنت راه كنعرفو معرفه ديال الرجال راه راجل ما يقول لك شي واحد راه ما خايب ولا شي حاجه راه ما في حتى شي خيوبيه نطلب الله تبارك وتعالى من كتوجه من كتوجه النداء وشنو النداء لفاميلتو للسلطات لكل الكل معني بالامر هاد السيد راه خصو يعني رعايه خاصه وفي ماشي عاجلا في اقرب وقت في اقرب وقت يعني اللي بغى انه يزورو ولا في اسميت هاد البلاصه وفين كاين بالضبط انا كاين في موغاي حدا سقيت موغاي وهاد الموقع دربيت عزز وانا راني تمنيت عزز فهمتي انا راه ما كنبغي في هاد السيد لا يجازيكم بخير اغيتوه راه هاد الانسان لا يجازيكم بخير السلطات المعنيه داك الشيء خص تاخذ الاجراءات في اقرب الاجل اللي يجزيكم بخير. يعني ولا ساكن دابا في هذا الدار؟ انا جا عندي هذاك الشيء ما يمكنش راه القريحه ديالي هي اللي ما خلاتني نخليه ما نخليهش في الشارع ولكن لا يمكن انا مواطن مغربي وعزيز عليا المواطنين كمثلي وبغيت فيه الناس الخير حتى هو راه كنبغي له. يعني الانسانيه ديالك تحركات؟ اه هي اللي تحركات لا يجزيك لا اله الا الله يدير تولي لا يجزيك انتم متابعينا الاوفياء فنجدد النداء مره اخرى فانتم كتشوفوا يعني ونعتذر بطبيعه الحال فليس هدفنا التشهير بهذا الشخص وانما هذا نداء انساني محض ونداء استغاثه لكل الضمائر الحيه من اجل انقاذ هذا الرجل قبل فوات الاوان كما كتشوفوا فاي شخص يعني تعرف عليه فالاسم ديالو هو محمد لكن ربما اللقب ديالو او الكنيه ديالو غير معروفه ويعيش التشرد هنا على مستوى منطقة أموغاي بمدينة تجيرة الجهادية ونتمنى أن تصل هذه الاستغاثة والناس يعني اللي بالاستطاعة ديالهم أنهم يتكفلوا به فهذا الشخص يقال بأنه ينحدر من منطقة إيدا وتنان وبطبيعة الحال يعني المنطقة بالضبط ما عرفناش ولكن فقط يعني يقول بأنه من منطقة إيدا وتنان نواحي مدينة قدير فنتمنى أن تصل الرسالة ولعل يعني شي عائلة ديالو الظهر أو أن السلطات المحلية على مستوى عملت زكانيت مليون باش انها تقوم بالواجب وتقوم باخذ هذا الرجل الى دور الرعايه الخاصه من اجل الاهتمام به ومن اجل الرعايه ديالو لان الوضعيه ديالو الصحيه وضعيه حرجه جدا كما كتشوفوا معنا على المباشر. كنتمنى اي واحد انه يبارطاجي هذا اللايف على اوسع نطاق ويعتبره بمثابه الاخ ديالو بمثابه واحد من العائله ديالو فهدفنا نبيل هدفنا انساني بالدرجه الاولى من اجل انقاذ هذا الرجل ومن اجل ان يلقى الرعايه الخاصه وبطبيعه الحال ربما هناك كلمه اخرى يعني الصديق ديالو اللي غادي يضيفها وكنتمنى انه يتم يعني الانقاذ ديالو في اقرب وقت ممكن. يجزيكم بخير. الناس ديال إيدا وتنان اعلم عين اليقين بانكم تعرفوا الله يجزيكم بخير سديو لي المعروف وديو راه ولدكم كان مزيان راه ولدكم كان خايب راه ولدكم. ما قالش لك بالضبط المنطقه من اش كاين حذر في إيدا وتنان ما كنعرف بالضبط ولكن هما كيعرفوه شحال من واحد هنا اشار لي بان راه عنده معرفه مقربه لهذا السيد وكيعرفوه عرفتي هي الانسان الا كان شي حاجه زاد ولا شي حاجه الله يجزيكم بخير تهلاو في هذا السيد راه ما كنعرف فيه الا الخير الله يجزيكم بخير الله يدير الثواب ديال الخير. انتم كما سمعتوا بطبيعه الحال كنتمنى من اي واحد يعني شاف هذا اللايف انه يبارطاجي فبالبارطاج ديالكم ممكن توصل الرساله بالبارطاج ديالكم ممكن يعني تحرك الضمير الانساني الغائب بطبيعه الحال لدى مجموعه من الناس اللي ربما
انعدمت الرحمة وانعدمت الإنسانية، لكن قناة الشعب دائما حاضرة في كل مكان وفي كل زمان من أجل أن نكون صوت من لا صوت لهم. فنحن مرآة الواقع، ننقل الواقع بكل حيادية وبكل موضوعية من أجل أن نغيث من ينتظر الإغاثة. فرجاؤنا من ساكنة ومناطق إيداو تنان للتعرف على هذا الرجل، فيتواجد بمنطقة أمو غاي بجيرة الجهادية ويعيش وضعية صحية حرجة داخل أحد المآرب أو جراج كما يصطلح عليه بالعامية المغربية بطبيعة الحال. فتحياتي لكم وعلى ما لقيكم في بث مباشر آخر، إلى الملتقى.